BBC News Arabic goes undercover, investigating for the first time a hidden world of spiritual healers who sexually exploit يعني كده مفروض العلاج بالحاجات دي assault خدت ايده الاول في رجلي ليه يا شيخ or abuse women who seek their help in Morocco and Sudan على الحديث الجنسي هو جزء من العلاج كل 100 مره بتلقى 25 مره تعرضت للتحرش بطريقه واضحه احنا مع العلاج بالقران ما في كلام لكن بالصوره الموجوده هذه فوضى When I was little, my grandmother would recite the Quran to me as I went to sleep. She called that Ruqya, and it made me feel blessed. This practice has become really popular, where healers recite the Quran in order to solve problems by expelling evil spirits. But there is a darker side to this, exploiting vulnerable women. كلكم بالنسبة لي أنا ربحي. خصنا نكتروا من هذا الشيء باش الناس تشوفكم. Bushra is a women's rights activist. She has created this safe space for girls striving to be footballers. Her activism today springs from an injustice she's been living with for 20 years. When Bushra was 16, she started having blinding headaches. Her parents brought a spiritual healer to see her. بيقرا علينا قران فاقسم بالله انه ايده دخل ايده من تحت الغطاء وبقى بيمسك صدري فهو كان بيوهمهم انه بيبحث عن اماكن في صبع رجلي في صبع ايدي اماكن اللي من ممكن يخرج منهم الجن بس هو كان بيلمس صبع ايدي شويه بس ايده كانت اماكن تانيه انا ما كنتش فاهمه انه تحرش نهائي بس كان الحاجات دي بتزعجني وهذا الاحساس لما بيجيني حتى وانا في علاقه حميمه مع زوجي خلاص يتوقف كل شيء The healer remained a respected member of the community until he died. Bushra never told her family and isn't sure how they would react if she revealed it now. We spent months speaking to other women, NGOs, courts, and lawyers, gathering and verifying stories of abuse. مشيت عنده باش يعاونني مع راجلي. في الجلسة الثانية حاول يقيسني ويغتصبني. صفته للحبس ولكن خرج وعاود بدات يدير خدمته كيف الأول. ما تبدلش. ما قدرتش نمنعه من هذه الخدمة. بعد شحال من جلسة بغاني نجي غير بوحدي قال لي تكاي وقال لي تتبني مقلقة بدا تيلمسني وتيتحسس في الجسم ديالي ملي حاولت نمنعه قال لي تيقلب على الجنون مرضت In the first investigation of its kind In Morocco, we spoke to 35 women who accused 25 spiritual healers of assault, rape, or manipulating them into sex. This woman
was advised to see a healer for her depression. We meet in secret. She says if her family knew what happened to her, they would kill her. شد لي على راسي وديقرا قلا لي شي حاجة أنا ما فهمتهاش. أنا غيبت فقدت الوعي. فاش فقت لقيت إنه محيد لي حوايجي ومارس معي الجنس. قلت له شنو هادشي حشومه عليك ديال هادشي؟ قال لي لا هادشي غير باش نحيد لك الجن. صافي لبست حوايجي وخرجت كنبكي. صافي قوي. ومن بعدها اكتشفت اني حامله. يعني درت بزاف ديال المحاولات باش نبقى نحافظ على الشرف ديالي والشرف ديال العائله ديالي. كنت كنفكر في الانتحار. دست من حالة نفسية خيبة درجة انني فاش ولدت ما بغيتش هذيك البنت. ما حملتهاش. حاسة بالذنب بزاف. These stories are not only in Morocco. I have heard harrowing accounts of abuse in many other countries. Sudan stood out. In private online groups, I found an outpouring of stories. And I wanted to know more about popular healers in Sudan. Healing is a business here too, but a very different one. نفسك راقي شرعي؟ راقي شرعي. لكن يعني انا السر حق علاجي في صوتي. قاهر لكل الشياطين والامراض. الامراض التي تقوم بشكل الشلل. الشلل. ونحن بدنا نديكم صور موجوده في 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 في, في الفيس وفي اليوتيوب. الشلل، العمى، الكلى، السرطان. يسمع صوتي يشفى. Hundreds of people come here every week to be cured publicly in the open. Like Morocco, the business is unregulated, and it's in private healing sessions where women can be sexually exploited. يعني ممكن يعني يديني حاجة مثلا أنا أجيب زوجي ده يبقى كويس معي يجي راجع كلم كلام طيب ما يجوط كده يهدي السر يهدي السر بالراحة لكن الكلام عكسي تماما قال لي بعمل معي اللي الجنس ده ويقوم يشيلها ويناكلها لزوجي قال كده ده العلاج هو لما قال الحاجة دي طوالي وما خاف معناته هو متولف بقوله ما يتردد ولا خاف إنه أنا أشتكي ولا أجيب لي القانون ولا أجيب لي المحكمة ولا أجيب زوجي ذاته جربتيش إنك تواجهيه تقولي له خفت منه يعمل لي حاجة يعمل لعيالي حاجة يعني هيعمل إيه مثلا؟ هو بيسلط شياطين عليك يخدموك في خير ولا في شر عشان كده الناس بيخافوا منه يعني Once again, we had to carry out our own research to find out how common the abuse is. قالوا أنا مكتوبة عشان ما تزوجت مسكني من رقبتي وبقيت ما واعية بعد ما فتحت عيوني لقيته بلمس في جسمي صرخت وقمت هربت
حبشني في وشي وقال لي انت جميله، وكنت عايزه اطلع، قال لي لو طلعتي بكتلك. 50 women we spoke to in Sudan told us about 40 healers who had harassed, assaulted, raped them, or manipulated them into sex. Two journalists agreed to go undercover for us. We are hiding their identities for their safety. قصص حقيقية أنا شفتها من خلال معاشرتي مثلاً لجروب أو تيم لبنات معينات. فلما جمع المشروع وطرح علي حسيت إنه المنفذ الممكن أوقف من خلال الحاجات دي. صاحبتي كان عندها مشكلة مع زوجها، مشت للشيخ طلب منا إنه يمارس معاه الجنس. قال لي لو مرضيتي أنا بستخدم الجنس مع بنتك وولدك. Three women told us they were approached in this cafe and recommended they visit a healer called Sheikh Haytham. He said they would remain cursed unless they had sex with him. وعليكم السلام ورحمة. Our journalist Amal calls him, posing as a client. يعني دي المشكلة محلولة بإذن الله؟ محلولة إن شاء الله. داري تعتبريني بحتفير، داري تعتبريني صديقي، داري تعتبريني حبيب. حبيب برضو؟ طيب لو طلبت بشكل عادي هتعمل زم ودي سريع بس الإجابة الأولى بس. يعني كده مفروض العلاج بالحاجات دي ولا في حاجات يعني؟ مفروض إني أسوي ورقة معك؟ أنا مرة متزوجة وما هو صح. في رأيك يكون صغير ولا كبير؟ شنو صغير ولا كبير ده كمان؟ ما أقدر أتخيل إنه الحاجات دي لا دخل بالعلاج. He tells her she must pay him the equivalent of $400 to be cured. We need to find out where he is so we can question him about his behavior. There are very few places that women exploited by healers can go to for help. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikha Fatima's is one of them. Sama gala ta'ala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. We have been given unique access to a place where women can have healing offered by women. It is intense watching women around me losing all awareness of their surroundings. Sheikha Fatma has her own shocking estimate of how many women have been abused by healers. كل 100 مرة بتلقى 25 مرة تعرضت للتحرش. بطريقة واضحة. خليك الحاجات الصغيرة صغيرة اللي بتحصل الممكن. ال 75 التانيين ديل قولي بيعدوها بيحتبروها حاجة خفيفة حصلت. كتير من النساء تعرضوا للكلام ده دكتور حنان كتير. أي كتير. لو قعدتي معاهم سألتيهم هتستغربي. Back in the city center we meet Afaf, a tea seller. لا شاي جميل تسلم ايدي.
Afaf is one of several women who told the BBC about a healer called Sheikh Ibrahim. She went to see him when her son became ill. مرة مشيت للشيخ وقعدت جنب الباب أشوف ليه كالظل من وراي ومسكني بس لزيته كده وفكيت يدينه ومشيت. Afaf says that Sheikh Ibrahim told her to have sex with him. We spoke to other women who made allegations of sexual assault and being manipulated into having sex with Sheikh Ibrahim. The allegations were so serious that our undercover journalists visit him to gather more evidence. أنا برايب الغرفة معه. أمل بتكون برا الغرفة بالانتظار برا. ما بيسمح للاثنين يدخلوا مع بعض أبدا. في خطر. ولكن إذا حصل أي حاجة ريم تديني إشارة. أول ما دخلت للشيخ إبراهيم دخلت الغرفة وقعدت على السرير. أداني كوباية موية مشرب ده. في أثناء الكلام معاه فجأة لقيته قاعد جنبي. الفرق بيني وبينه سنتيمتر واحد. كل يوم 5 علب و5 من الجسم طريق وزبه أي حاجة حصلتها. خدت إيده الأول في رجلي بعدت إيده. خدت إيده في بطني بالأربع أصابع بالأصبع الثاني مشيت تحت خالص. ليه يا شيخ؟ اللمسة دي أنا طوالي قمتها. Afterwards, I meet with Amal and Reem at a safe place to see if they're okay. أنا توترت منه بجد. شكله كان مريب جدا. خفتي طبعا. ما خفت بس لمسة وترتني شديد. عايزة أكشفه على حقيقته ما عايزة أي مرة تمشي له تاني. نهائي. كتبغيني ها قداش كتبغيني ودابا راه انت كبرتي اولو عندك هادو 4 ans. Bushra has decided to tell her mother what the healer did to her all those years ago. انا اليوم ما خصنيش نعاتب بابا وماما علاش ما حماونيش من التحرش ديالو حيت هما ما عارفينش حيت انا سكت. تعالي نمشي هنا. ماما ده مقدس إنها تعمل خبز مغربي. أهلا أهلا. كنا بنتكلم مع بشرة عن زمان وهي كانت تعبانة. لا رقي أجل وتدين الله يعاونه ما إحنا ما عارفينوش. ماما اللي قلت لك راه تحرش بيا هذاك الرقي كيتلمس فيا تحت ليزر. ما يمكنش المتحرش ما كيخليش الناس يشوفوه. قالت ليها راه مسني في صدري في بزولتي مسني وبقى كيجر ليا الراس ديال بزولتي وخفت اشنو غندير دابا الا عاودها غندي الحبس حاط تراب وغنهرب بها يعني حضربو غندي للمخزن جيبوني سمانة داك عراضي شرابي تروتي ابنائك الخالف شهاداتي بناتي شهاداتي خوتي ولادي ولكن ما بغيش كلمة عار. بنتك دار عار أو بنتك تحرش بها. لا يمكنش شي واحد اللي غايقول لك لا راه هي اللي بغات. سمعت أنا اللي مفرحني إنها ما غتخليش هاد اللي وقع لي يوقع لبنتي. يعني حتى لو لا قدر الله مرضت أو بعدتني الظروف عن بنتي هي في أيدي أمينة.
I return to Sudan to question the healers we have collected evidence against. First is Sheikh Ibrahim, accused of sexual assault or sexual exploitation by three women. He has agreed to be interviewed about the allegations against him. أنا يعني أنا بس نقول لك كده 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 ويلا يمشي. يعني أنت ما طلبتش من الستات إنك تمارس الجنس معاهم؟ أي. ما نسوي عادي. العلاج؟ عادي عادي علاج بس. علاج أنت داير ده نسوي لك. العلاج ده يعني بيكون جزء منه ممارسة الجنس؟ أي ما يدام ده ما يبرد. لا. أنا سألت سؤال. سألت يا ولد. أنت يكون كان عندي أنت ميتين. عندنا بالدليل القاطع إن حضرتك قمت بالتحرش وحاولت الاعتداء على بعض النساء اللي جولك عشان تساعدهم؟ لا 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 ما في حاجة. يعني ترفض الكلام ده؟ اي ده ما لا تتحاسب. الله بوريك بعدين. شيخ ابراهيم removes his microphone abruptly ending the interview. We turn our attention to Sheikh Haytham. وعليكم السلام يا شيخ هيثم. Initially he agrees to be interviewed but then claims we have the wrong person. ما كلمتك والله انا داك اخوي الشيخ اخوي ما فيش هيثم. So a journalist from our team visits his house. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. انا فتح الرحمن الحمداني من البي بي سي. نريد ان نطرح عليك بعض الاسئله. هل الحديث الجنسي هو جزء من العلاج؟ نحن عندنا شهادات ضدك انه انت تتكلم مع النساء جنسيا. دي ادله ضدك مفترض ترد عليها. يعني نحن بنديك فرصه انك ترد على الادله دي. انا ماشي هيثم. We take our evidence to Sudan's top religious authority. هذه مشكلة حقيقية يعني تواجهنا الآن. صارت مهنة لمن لا مهنة له. من المؤهل للقيام بهذه الوظيفة؟ يعني اللي هو لابد أن يكون رجل له اختصاص وباع في العلم الشرعي ويجيد قراءة القرآن ويعرف هذه الأمور يعني. ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يمس جزء من جسمها. هذه شروط ضوابط لا بد منها. I tell him about the evidence we have gathered. الخمسين دي حصلت لهم انتهاكات جنسية مش ممكن. انتهاكات ولا بيسموه تحرش يعني. هو التحرش انتهاك جنسي؟ لا يعني ما هو هي ممكن تقول والله لقيته مسكني من يدي خدت يده في صدري. وهل ده مقبول؟ ده ما هو الفكرة دار وصلها شنو؟ يعني الآن أنت بتكون عملت لهم استطلاع ذيل باعتبار أنه بقت في الإعلام بقت تفهم والله لو واحد خدت يده في أي مفتن من مفاتنا ده تحرش جنسي مش عارف كلام. هو كمعالج لأنه زول جاهل لأنه أساسا زول ما مقنن ما يعرف فده الكتر ليك. لكن ما هو أساسا قبيل لما انفعل ذلك باعتبار أنه هو وده لا يخلو من أنه في ناس فعلا مراوضات جنسية ما ننكر ذلك. احنا مع العلاج بالقران ما في كلام وما عندنا اي شك انه هو الشافي لكن بالصوره الموجوده هذه فوضى. During our investigation more than 80 women broke their silence about appalling sexual violations. Despite all the evidence we have gathered Moroccan and Sudanese authorities are not taking any action to protect these women. مرة صديقة هي تعرف قصة إني حنكون معكم في لقاء وكذا قالت لي شنو هذه تدرتي؟ حجم التعليقات السيئة والناس تقدر تعطيك كومنتر ديال السب وديال القذف وممكن الناس تستهين بتجربة أنتي تألمتي فيها. قلت لها غير تشاركوا معايا حمل ثقيل ممكن إخفاف هذا هو هدفي.